يعني يمكن انا قلت لحضراتكم طول الاسبوع اللي فات، طول الاسبوع اللي فات، انه كل ما تقترب مباراه القمه كل ما هتلاقي ضرب تحت الحزام زي ما بيقولوا. يعني ايه؟ اصل اسامه ابو علي ما ينفعش، والله العظيم حد قال كده، انا سمعته بوداني ده بالصدفه، بقلب بالليل سمعت حد ده مودست ما ينفعش. يعني من الاسبوع اللي فات كان مروان عطيه والكلام كان على مروان، لكن هتلاقي البعض من لا يشجع النادي الاهلي بيحاول يهدم عزيمه وثقه لعيبه النادي الاهلي وفريق الاهلي بشكل عام. انا الاسبوع اللي فات والاسبوع ده مش هتكلم غير في هذا الامر الحقيقه، لانه بيحصل وبيحصل كل يوم. خرج علينا الكام فتره اللي فاتت دول، امبارح واول امبارح، بعض اللاعبين السابقين ده اللي بيزعلني، ده اللي بيقهرني الحقيقه. لانه انا عندما اتكلم وانا راجل لعبت كوره ببقى عارف ان انا بقول ايه. هما طبعا ما بيشجعوش وما بيحبوش النادي الاهلي، ولكن قال لك ان اسامه ابو علي وموديست ما يصلحوش للنادي الاهلي. طيب مبدئيا هو حضرتك شاغل بالك ليه؟ اتكلم عن فريقك اللي بتشجعه، ليه بتتكلم عن النادي الاهلي؟ اذا كان هناك انتقاد انتقد ان هو مش عارف يتحرك، مش عارف يعمل بتاع. وبعدين اخر السنه اذا اردت ان تقيم فمن المفترض ان انت هتقيم اخر السنه، ما بتقيمش ماتش بماتش. هو وسام لعب قد ايه؟ وسام لعب مباراه واتصاب الثانيه ولعب الحمد لله المباراه السابقه. ولا هو حضرتك ما ينفعش تتكلم عن النادي الاهلي الا بان انت تقطع وتخبط وتنتقد فقط؟ وبعدين انت ما ينفعش اساسا تتكلم عن النادي الاهلي لان انت لا تعلم اي شيء داخل النادي الاهلي. مودست ارقام واضحه بالرغم من الارقام، بالرغم من الهجوم عليه يعني او من انتقاده في بعض الاوقات، ولكن ارقام. انا دايما يا جماعه ما اصل حد ناس تقول لك يا اسطى يا جماعه انا ولا بطبل ولا بعمل، ولكن هذه هي الحقيقه. لما تيجي تجيب الارقام، الارقام تبين لك وتوضح لك كل حاجه. عندنا راس حربه جيد، اهداف حاسمه في فيوتشر مثلا. فاذا كنت تريد ان تقيم فمن فضل حضرتك قيم بالارقام، مش مجرد كلام مرسل وخلاص. ده بالنسبه لمودست. بالنسبه لوسام، الحقيقه انا كل الناس اللي قعدوا، كنت عملت انترفيو مع وسام الحقيقه من حوالي شهر ونص شهرين اول ما جه. بعد الانترفيو ده قلت ان اسامه ابو علي هيبقى واحد من افضل المهاجمين اللي هيلعبوا في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، لانه عنده حماسه داخليه تتناسب مع النادي الاهلي ومع اسم النادي الاهلي. ما شفتهاش مع حد كتير يعني. وسام نجح في المباراة الثانية ليه ان هو يسجل هدفين وترك بصمة سريعة جدا. بعدين حضرتك مع احترامي ليه، كل الناس والمحللين بتشيد بوسام، المفروض ان انا اصدقك يعني ولا اعمل ايه؟ كلام حضرتك معروف اغرضه ايه؟ رأي حضرتك معروف ليه؟ ولانه رأي بعيدا عن النقد ونابع عن اهواء شخصية ونابع عن مباراة الزمالك القادمة فقط. ان احنا عندنا ماتش اهلي وزمالك، فانت ما بتحبش الاهلي فاضرب فيه علشان الماتش اللي جاي وكل الحاجه بتوصل. تحب اقول لك في كام لاعب لا يستحق اللعب لفريقك اللي انت بتشجعه؟ والله ما هنخلص، والله ما هنخلص. موضوع آخر، الناس اللي عمالة تتكلم عن الخسائر، أنا معرفش الناس دي بتجيب الحسابات منين. سايبين إيه؟ يقول لك سايبين البطولات والأرقام الرائعة اللي بيحققها النادي الأهلي وبيتكلموا عن الخسائر. هو حضراتكم معاكم العقود عمالين تضربوا أي كلام في أي أرقام وبتحسبوها بالورقة والقلم. النادي الأهلي للمرة المليون هو عنده ميزانية تفوق الوصف. احنا لما بنتعاقد مع لاعب بيكون بناء على احتياج مدير فني، ما بنجيبش لعيب وخلاص، بناء على احتياج مدير فني ووجهة نظر فنية واضحة. مش كمالة عدد، مش احنا ما بنتعاقدش مع لاعب عشرين لاعب في الموسم ونمشيهم في الموسم في نص الموسم اللي بعده. يا جماعة اتقوا الله في كلامكم، اتقوا الله في المعلومات، اتقوا الله في الأخبار اللي بتقولوها للمشاهدين. أقسم بالله
الأرقام اللي أنا سمعتها هي ليست صحيحة بالمرة ولا أحد. أنا معرفش هذه الأرقام، ولكن أنا في رقم اتقال قدامي على لاعب معين، أنا عارف الرقم من اللاعب نفسه، من اللاعب اللي المفروض اللاعب بيبقى يكبر، لا أنا عارف الرقم الحقيقي من اللاعب. فخلي بالكم يا جماعة، اتقوا الله، اتقوا الله في كلامكم.